السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طبعا اكتشفت عندي انه فيه عندي حشرة الفش. هذه حشرة طفيلية تتغذى على دماء الدجاج وما تطلع الا اثناء فترة الليل. اللي شفته قبل شوية الخشب هذا كله بوهي مصوره، هذا اذا كان بالليل شوف هذا كل اثر دم يجي يتغذى على ارجل الدجاج يطلع، وطبعا تعيش على الريش، في جزء منها يعيش على الريش، يبدا ياكل الريش اللي به دم. وهو حشره مثل ما قلت طفيليه، هي ترى من فصيله القرديات، يعني القرد والاقراد والمقراد اللي يجي يعيش على الحيوانات مثل الابل والابقار والاغنام وغيره. فعندنا بالايام الجايه مكافحه باذن الله، لكن لابد نجيب الدواء السليم، وبنفس الوقت الدواء اللي ما ياثر شيء، ما يأثر بمعنى في حالة أننا نبي نرش كافة الحظير هذه كل أبوه ونرش الدجاج كذلك. الدجاج لها حالتين، يا حالة تغطيس، ونشوف على حسب استشارة البيطري، لابد استشارة بيطري. بالنسبة لي أنا لابد استشارة بيطري علشان ناخذ علاج والناظر مدى سميته، لأنه فيه علاجات سمية عالية هذه تأثر سلبيا على الدجاج، قد يكون عندك حالة موت، قد يكون عندك إلى آخره. راح ان شاء الله نستكمل معكم مقاطع الفيديو ونشوف نتابع اول باول، راح اصوره من الى، من بدايته واثناء فتره الليل الى محاربته وقتله تماما واختفائه عن حظير باذن الله. الحشره هذه تعشق الليل، تعشقه لانها تتغذى على دم الدجاج سبحان الله. فهذه اذيه آفه على الدجاج، على الريش وعلى الدجاج كذلك، تضعف الدجاج لأنها تغذى على الدم سبحان الله. دائما وين تلقونها؟ شوف 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 هذول هن قطسوا تران هن ترى يعشق الأماكن الضيقة. شو طبعا احنا قاعدين نراقب الحشرة قبل مكافحة، فلا بد من مراقبة حثيثة
خصوصا خلال فترة الليل، لأن الحشرة هذه أصلا ما تظهر إلا خلال فترة الليل، يعني على قولتهم تعايشة خلال فترة الليل، ودائما أول ما تجي تبدأ على الخشب، تمام، ثم تبدأ بالأماكن الحساسة بالدجاج. وين الأماكن الحساسة؟ رجلين الدجاج لكن بين الأصابع، بين الأصابع حقت الدجاج، هذه الأماكن الحساسة حقت الدجاج، بمعنى أنه أخف منطق له عشان يبدأ على قولتهم ياخذ دم بمعنى أصح. والراقب، حنا أول شيء الراقب رجلين الدجاج، وكذلك الخشب هو عيشته داخل الأخشاب، الأخشاب فتحات مثل البلك، داخل البلك هذه بالشقوق هذه، طبعا حنا على قولتهم كافحناهم مكافحة جدا 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 قوية، جدا قوية يعني مكافحة، وبدينا نراقب حركته. لحد الآن أنا ما أشوف شيء، والله الحمد، يعني في نتائج جدا مرضية. طبعا بعلمكم شيء من النتائج المرضية اللي أول شيء شفته عند عمليات المكافحة، لأني أنا عند عملية المكافحة حاولت أني أول شيء أني أرش الأرضيات، ومن أرش الخشب وكذلك رشيت الدجاج، لكن لابد أنك تراعي السمية، كم بالمية السمية، إذا كانت السمية عالية حقت السم اللي أنت بتكافح به، هذا ما يفضل أنك ترش الدجاج، يفضل أنك تطلع الدجاج وترش الموقع إذا كانت سميته عالية. إذا كانت السمية حقت السم اللي أنت تستخدمه بسيطة فما في مشكلة، لأني أنا اللي صورت لكم السم هذا سميته منخفضة، ورشيت الدجاج ما شفت أي أعراض عليهن ولله الحمد، رغم أني يعني مستشير بيطري وقال لابد أنك تجرب عليهن، وقال ما أنصحك لكن جرب على واحدة ثنتين إذا كنت بترش. قال له الأفضل التغطيس، قلت لا أنا ودي أرش، التغطيس يأخذ وقت لأنك تمسك على الدجاج خصوصا عندي يعني أعداد كبير شوي، لكن أنا استخدمت الرش وجاب نتيجة ولله الحمد، الرش جاب نتيجة للدجاج ولا شفت مشاكل على الدجاج ولله الحمد. طبعا رشيت كافحت مرتين، أول مرة رشيت ثم انتظرت قعدت فترة، ثم عقب لقيت فيه يعني نفس المشكلة، فرشيت بنفس على قولتهم نفس المبيد استخدمته حق الرش، ثم الأخير قلت نبي نبدأ نشوف النتائج. الرش الثاني شفت نتائج ولله الحمد، شفت نتائج جدا مذهلة، الدليل أن الدجاج عندي يوم رشيته من ثاني يوم صح عندي الدجاج، لأنه كان مستشري بالدجاج، لأنه يسحب الدم حق الدجاج، الدجاج تضعف وتبدأ الدجاجة على قولتهم ما يصير عنده تحول غذائي سليم وإلى آخره، شيء كثير تضعف يعني بالدجاجة. لكن والله الحمد بعد المكافحة شفنا نتائج جدا جدا مرضية، الدجاج أول شيء رجع لصحته، هذا شيء يعني جدا مهم أن الدجاج يرجع على صحته ويرجع على ما هو عليه يعني. والآن نجي أجي أنا يعني بالليل وأبدأ راقب، لأنه هو حركة مثل ما قلت لكم حركة الحشرة هذه خلال فترة الليل، خلال فترة الليل. ممكن كثير منكم بيسأل يقول طيب الدجاج ما يأكله، الدجاج خلال فترة الليل ما يشوف، يكون نايم، فهو خلال فترة الليل بس يزعج الدجاج، والدجاجة تبدأ ترفع رجلين يمين يسار، في شيء مزعجه لكن ما تدروش، لو شايفته الدجاجة ممكن تأكله لكن ما تشوفه، خلال فترة الليل يكون يعني نايمات الدجاج، يعني يحتاج مكافحة. وحنا الآن قاعدين نراقب على شبك، خلوكم معنا يعني أوريكم وأشرح لكم شرح مفصل وين يكون هنا في المنطقة هذه اللي بالدجاجة، هذه اللي بين الأصابع يكون متواجد هنا في المناطق الحساسة والضعيفة، بحيث أنه يقدر يخترقها بكل سهولة. هل تعلمون أنها الأسود هذا اللي على الخشب هذا، أنه كان أدم هذا من نفس الحشرة هذه الفاش اللي على الخشب هذا، ترى كان دم هذا كله هذا منه، لأنه كان عندي على قولتهم جدا مستشري، جدا يعني قوي بمعنى أصح، لكن مع المحارب والله الحمد شفت نتائج، وتقريبا نقدر نقول انقطع، لأني قلت إذا ما انقطع لابد أني أنتقل للمرحلة الثانية، الأولى تعديناها، الثانية المرحلة الثانية، المرحلة الثانية أني أجيب أكثر سمية، لكن الأكثر سمية فيه مشكلة، انك لابد انك تطلع الدجاج من الشبوك وترفع المعالف، اقل شيء تطلعهم يوم كامل وتبدا عمليه الرش والمكافحه الاكثر سميه.
بمعنى اعلى سميه حنقول. وهذا لابد مثل ما قلت لكم انك تطلع الدجاج من الشبك بشبك ثاني والمعالف وكل شيء، يعني اي شيء يتعلق مثل معالف الالماس، السقيات، الاكل، هذول تطلعهن وتبدا عمليه ترش بالاعلى سميه، لانه هذا الاعلى سميه دائما قد يجيب نتائج كارثيه اذا جعل الدجاج. لكن والله الحمد ما استخدمنا الاعلى سميه لحد الان، شفت نتائج مذهله، لكن عمليه الرش المكافحه تحتاج تركيز مثل ما قلت لكم قبل شوي على المناطق اللي تكاثربه. على سبيل المثال شقوق الخشب، الخشب صارت متشلقة، هالخشب يدخل بسطه لانه هو حاس، ومثل الحاس احنا نسميه، احنا هو اسمه الفاش لكن احنا الحاس، لانه تغبى بالمناطق الضيقه اللي ما تتوقعه. يعني مثل ما قلت لكم شقوق الخشب البسيطه مثل هذه، شقوق الخشب هذه تغبابه، الشق هذا حقه الخشب شفتوا الشق يدخل بسطه، المرابط حقه الخشب تشوفون هنا اللي بين الخشب هذه وبين الخشب هذه، لحظه ايوه بين الخشب هذه وبين الخشب هذه يدخل بسطه، المناطق اللي ما تتوقعها يدخل بها. لكن ولله الحمد بعد المكافحه شفتنا نتائج جدا مرضيه. راح ادخل لابد من زياره شبك شبكنا عشان اتاكد انه غير موجود نهائي. نقطة ثانية لابد انكم تنتبهوا له، هو صحيح يتواجد على ارجل الدجاج لكن اذا كان صغير وين يتواجد؟ شفت الدجاجة؟ كافة جسم الدجاج يتواجد على الجلد حق الدجاجة ويكون على شكل نقط سود، وهذا هو اللي ينهك الدجاجة الصغير. اما الكبير فقط لانه ما يبي ابد النور، الكبير فقط ياخذ الدم وتغبى، اذا شاف نور خلال فترة النهار يتغبى. أما الصغير فيبتل بالجسم، يبدأ عملية السحب طول فترة احنا نسميها حنقول فترة الحضانة، نفس الحشرة هذه، فيتواجد بالجسم طول الفترة. حتى لو جيت بالنهار تلقى كل جسمه غادن أسود، نقط سود بالجلد، طبعا لازم تفتش تلقى بالجلد، لأن صارت معي بعض الدجاج عندي لقيت به نفس المشكلة هذه، فبديت أفتش يعني بالدجاج على دجاج الدجاج عندي. مع ذلك مثل ما قلت لكم اني بديت ارش الدجاج نفسه، البعض على قولتهم يميل انه مسألة التغطيس، فكل واحد يعني وطريقته، لكن انا جربت طريقة الرش ما شفت اذى بالدجاج. لكن لابد تراعي السمية، سمية المبيد اللي انت مستخدمه او المادة اللي انت مستخدمها لابد انك تراعيها، كم السمية. وفي شيء ثاني يعني المعالف، احرص ان المعالف تكون ما غير متواجده خلال فتره الرش. انا افضل معالف الاكل ترفعها تشيلها، اهم شيء لا يجيها الماده السميه هذه، الاكل والماء، معالف الماء كذلك او السقايه الماء يكون غير كذلك موجودات خلال عمليه المكافحه افضل شيء. رجعنا لكم لكن هالمره هذه بالنهار. ممكن البعض بيسأل الأسباب والمسببات كثيرة، منها حنذكر على سبيل المثال عدم النظافة، هذه سبب من الأسباب، عدم أخذ بالوقاية وهذا هو اللي مهم جدا. أنا كان عندي خطوات اتبعهن سابقا، بالأواني الأخيرة بدأت ما أزين الخطوات هذه، بمعنى كل دورة عندك دورة كامل حق الدجاج قضت الدور هذا، بمعنى بعت الدجاج كل ابوه، انت بتجدد عندك الدوره، لابد من عمليه الوقايه، بمعنى انك ترش وتهوي ثم تدخل دوره ثانيه من بعده. انا كنت امشي على الخطوات هذه لكن بالاواني خيره تركت الخطوات هذه وطلعت عندي المشكله. ترى للامانه اول مره تظهر عندي هالمشكله هذه من زمان. وفي شيء كذلك لاحظته، ركزوا معي، انا عندي مغطي شبوك عشان الحر، لاني حاط تكييف هنا وفي تكييف هنا يضغط على شبوك هذولي، تمام. لاحظت ان شبوك الاخيره اللي ما حطيت عليهن حق الظل هذا ما لقيت بين الحشره، والشبك هذاك ما لقيت بين الحشره، اذا تفسيري ان ما تحب اشعه الشمس المباشره الحشره هذه، وتنشا بالظل بالأماكن المظلمة، مثل ما قلنا إنه دليل إنه تنشط خلال فترة الليل، تنشط نشاطه. لكن مثل ما قلت لكم الشبوك الأخيرة ما لقيت الحشرة،
شبوك الاخير اللي مفتوحات هذه تدخل اشعه الشمس غير متواجده، والشبكه ذاك غير متواجده. فتفسيري انها ما تحب اشعه الشمس المباشره، فهي تنشط بالاماكن المظلمه، اماكن الظل، اماكن اللي هي تحتاجها تقدر تعيش. اذا اشعه الشمس قد تاثر عليها سلبا، مثل ما قلت لكم الدليل انه شبوك عندي الاخيرات هذيك ما لقيت الحشره. هذا تفسير من ضمن التفسير، لكن خلاص حطيتها ببالي انه لابد من عمليه وقايه، لابد كل بين فتره وفتره ابدا عمليه الرش، وهذا درس لي انا. انا كنت امشي على خطوات، لكن بعض الخطوات بدأت اتخطاها انا، بعض الخطوات بدأت اتخطاها فطلعت لي المشكله او رجعت او جت عندي المشكله هذه. من اول الخطوات هذه حاطه خطوات وقائيه مسميها انا لي انا، هذه عمليه الرش والمكافحه والتعقيم والى اخره والتهويه، لاني كنت امشي على خطوات بالاول خيري بدأت انقز بعض الخطوات فطلعت عندي المشكله هذه. دائما نقول احنا اشياء بسيطه لكن مسبباته كبيره عليك انت مستقبلا. ولا انسى شيء مهم، عند عمليات الرش اللي عنده طيور كثيفه خذ حذرك، البس كمامه لان هذه مواد كيميائيه. قد يكون بعض الناس عندهم مشاكل بالصدر، قد يكون عندهم مشاكل ربو، قد يكون الى اخره. حتى وان كان ما عندك اي مشاكل خذ حذرك، البس كمامه لان هذه مواد كيميائيه تتعامل معها، ومواد به سميه يعني. فالافضل يعني انك تاخذ حذرك، تلبس كمامه، وقدامكم العافيه ان شاء الله. فقلنا احنا بنصور اول باول، رغم ان التصوير جاء على فترات متقطعه يعني اوقات طويله، الاسباب لاني قاعد اراقب هذه اول باول. لابد وجهه نظري اني بغيت اصور ان يكون عندك مصداقيه، هو شيء لي انا الشيء هذا، عشان انا اقدر اعرف شلون كافحت الحشره وقضيت عليها، على هالمشكله هذه اللي هي الفأش او سموه ما شئتم. فالتصوير جاء على فترات متقطعه وطويله شوي ترى، بحيث اني بدينا نصور بالليل والمكافحه والرش والاخره، ومع ذلك قدرنا نلم مقاطع الفيديو هذه رغم انه على فترات متقطعه ومتباعده احيانا تكون. تحياتي لكم، شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى اللقاء.